وللمزيد حول تفاقم الجفاف في ذي قار وغضب الأهالي وتظاهراتهم رفضا للإهمال الحكومي الذي أضر بزراعتهم وحياتهم، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد خبير الزراعة والموارد المائية تحسين الموسوي. أهلا ومرحبا بك. بداية، المتظاهرون في قضاء الإصلاح سيطروا على مركز شرطة القضاء واحتجزوا الضباط بداخله بسبب الجفاف ونقص الحصص المائية، برأيكم من هو المسؤول عن وصول الأمور إلى هذا الحد؟ مساء الخير عليكم وعلى كل متابعيكم الكرام. حقيقة مشهد المياه يزداد تعقيدا، مثل ما سمعت التقرير تماما أنه قلة الإيرادات، بل انعدام الإيرادات في أغلب الأحيان، أو خاصة إحنا دخلنا الموسم الرابع على التوالي على بالجفاف. لكن بعد نتيجة تغيير المناخ كانت هناك بداية للساقطات، فجرت عملية توسع كبيرة بالزراعة التي كانت مقررة لهذا الموسم أن تكون زراعة قاسية، تقلصت إلى 1,500,000 دونم. لكن للأسف بعد ذلك قامت وزارة الزراعة بزيادة الخطة، رافقتها تجاوزات كبيرة نتيجة قلت بعض الساقطات، إلى أن أصبح الأمر صعب جدا، بحيث أنه الخزين المتوفر كان لا يتجاوز 8 مليار متر مكعب، وهو يعني في وضع حرج خاصة، ونحن نعلم في هذه الاستهلاكات وهذه الاستخدامات يستهلك العراق بحدود 1,500,000 شهريا. لذلك بعد بالذات بالرية الثانية اللي تسببت بعملية سحب كثير من المخزون، مما أثر سلبا، فكانت التداعيات متسارعة جدا، ونحن طيب في فصل الربيع ولم نغادر. نعم، الأزمة في محافظة ذي قار خصوصا في قضاء الإصلاح ليست بالجديدة، يعني هنالك من حاول من القبائل والعشائر بأن يحول مجرى مشروع 30 تموز، ألا يعتبر هذا فشل لوزارة الموارد المائية في التخطيط والتشغيل خصوصا في قضية المياه؟ نعم صحيح، أنا شاطرك الرأي، هناك فشل حتى في التصاميم حتى في التغيير. لكن هي بالمناسبة حتى العملية الرفع تغيير خلال نصب مضخات لم تكن المياه تصل بصورة صحيحة، يعني مياه نسبة الملوحة عالية، خاصة عندما حاولوا تغييره يمر بأراضي مالحة جدا، تسريب أراضي ملحية كبيرة. بهذا الجانب يوجد خلل أيضا في مقدم، ليس فقط هناك في مشروع الشطرة، أعتقد هناك خطأ بالتصاميم الهندسية، يعني أمور كثيرة. لكن الأزمة حقيقة هي الحقيقية في مسألة أنه انخفاض الإيراد، يعني هذا ما يحدث فقط بذي قار، الذي قار لربما هي من ذنائب النهر، البصرة تتضرر أكثر، ميسان تتضرر أكثر، أمر طبيعي، خاصة وإحنا نتحدث اليوم عن حدود 5,000,000 دونم. طيب إذا أردنا أن نتكلم عن أسباب المشكلة، أين يكمن صلب مشكلة المياه في العراق؟ مشكلة المياه لم تحل بالعراق ولم تأخذ أولوية، إلى أن وصلت مراحل متقدمة، وخاصة اللي يزاد الأمر سوء دخول العراق ضمن الخمس دول بتغيير المناخ. والسياسة، سياسة المياه بالعراق حقيقة هي سياسة، لنكون صريحين، هي سياسة فاشلة وسياسة خاطئة، لا تتواكب مع زيادة الموارد البشرية، لا تتواكب مع الاستهلاكات، لا توجد هناك تقنيات حديثة، لا توجد هناك استخدام، هذه كلها أدوات فشل سارعة بهذا الموضوع. يعني اليوم نتحدث عن ملف المياه وصل مراحل حرجة جدا، وزارة الموارد المائية حقيقة في موقف صعب جدا، كوادرها ليست فقط أنا قلت في ذي قار، تعاني دائما، تحدث عليها اعتداءات، تحدث صدامات، تحدث كذا، خاصة وأن نسبة عالية من سكان العراق يحتاج على مهنة الزراعة في شقيه الانتاج النباتي والحيواني. لاحظنا الجفاف الأهوار أدى إلى اختفاء الثروة السمكية وهجرة الصيادين، ومن بعد ذلك نفوق عملية الجاموس، كذلك الفلاحين اللي قلصت مساحاتهم بشكل كبير. نعم، خبير الزراعة والموارد المائية تحسين الموسوي كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.